أركان القتل، أركان القتل ثلاثة. حضراتكم، واحد فعل القتل، أول حاجة فعل القتل، أدي أول ركن في جرائم قتل العمد. اثنين، أن يكون محل القتل إنسان حي. ثلاثة، توافر القصد الجنائي، توافر القصد الجنائي. نمسك الجزئية وأنا حمر عليها مرور الكرام عشان أوصل، بس لما تعرض علينا قضية قتل عملنا فيها إيه؟ فعل القتل فعل، ليه؟ لأن القانون لا يعاقب على النيات. يعني أنا نفسي أموت واحد، لا يعاقبني القانون على النية ولا على أي شيء داخلي، لأن النية أمر داخلي يبطنه الإنسان ويضمره في نفسه، فهو من خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبالتالي فالنية حالة ذهنية لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. وعشان كده لما بتيجي تفتح قضية قتل وتلاقي ضابط المباحث يجيب اتنين يقول له لما شفت المتهم كان بيضرب بالنار كان بيقصد ايه؟ الكلام ده غلط. انت بتشهد على المتهم كان يقصد ايه؟ بتشهد على القصد ازاي؟ ما ينفعش. وعشان كده انا بقول القصد حالة ذهنية، او القصد هو النية، والنية حالة ذهنية، وهو امر داخلي يبطنه الانسان ويضمره في نفسه. واحد بيبقى قصده لواحد او نيته انه الواحد ده ما لا علاقة لنا بيه، لا انا نفسي يروح في نصيبة، نفسي نيتي هي كده، ما فيش حد يعاقبني على النية دي. حضرتكم إذن لابد لقيام جريمة القتل أن يكون هناك فعل. واحد، أما الركن الثاني عشان تقوم جريمة القتل لابد من أن يكون محل الجريمة إنسان حي. وأنا أتذكر قضية كانت معروضة علينا، أهلا وسهلا، كانت معروضة علي، حرامية دخلوا شقة عرفوا أن صاحب البيت في سفر، والست قاعدة مع طفلتين صغيرين، فشعرت الست أن في حركة برة فقفلت باب الأوضة عليها وعلى ولادها وقالت لهم خشوا تحت السرير، وقعدت على الكرسي بس قافله الباب. فست كانت مريضة بالقلب، فالناس قعدوا الحرامية بره يفتشوا، واللي الحرام اللي بيبقى داخل ده يا قاتل يا مقتول، ما هو يا إما نجح في السرقة وطلع، يا إما لو حد قابله وحب يعترضه يروح ضربه بأي حاجة، معاه مسدس معاه السكينة معاه أي حاجة كده. فالست قاعدة من الرعب ماتت، فالناس وهي الحرامية بيدوروا جم لقوا باب مقفول فتحوه أو كسروه، دخلوا لقوا الست راحوا ضربين برصاص عليها، ثلاث رصاصات كان في جسمها، ثلاث رصاصات.
فالسيد وكيل النيابة المحقق أحال الأوراق إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والسلاح المستخدم والمسافة ما بين الجاني والمجني عليها وفتحة الدخول والخروج كده، وفي النهاية سبب وفاة المجني عليها. وكانت المفاجأة أن سبب وفاة المجني عليها هبوط في الدورة الدموية أدت إلى الوفاة، ولم تكن الإصابات هي سبب الوفاة. هنا قلت يبقى إيه؟ ألا طيب أنا بنشوف الست دي هل كانت مريضة ولا؟ قالوا آه، هي أولادها أو كانت ليها بنت كبيرة، قالت آه ماما كانت بتروح للدكتور وكانت عندها مرض في القلب، عندها هي مريضة بالقلب. فقلت إذن لما حصل الأحداث دي كلها حصل لها هبوط في الدورة الدموية، ما هو رعب هو اللي عمل الكلام ده، يبقى هي ماتت. يبقى الراجل لما دخل آه ضرب نار، بس لم يكن إطلاق النار هو سبب الوفاة، وبالتالي إطلاق النار كان على إنسانة ميتة، ويشترط لقيام جريمة القتل أن يكون إطلاق النار على إنسان حي. أدي حضراتكم، وهنا القانون قال إيه؟ هنا لا جريمة ولا عقاب، يتقالوا بقى سرقة بإكراه، يتقال لهم أي حاجة، لكن جريمة القتل مش متوفرة خالص. ننتقل إلى القصد الجنائي. حضراتكم زي ما قلنا القصد الجنائي لابد أن يكون متوفر في جريمة القتل. على الناحية التانية بقى بالنسبة للمتهم لازم أنه يبقى قاصد أنه يقتل. ودايما أنا أقول في حاجة اسمها القصد، يقول لك القصد العام والقصد الخاص، يعني إيه الكلام ده؟ أنا بعتبرهم أنه دايما ده عبارة أو لفظ أو اسم هلامي، لكن أنا بعد ما أشرحه أنت أول دفع هتدفعه هو انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم. قصد يعني لما واحد بيضرب واحد بيبقى إما قاصد يقتله أو قاصد يهوشه أو قاصد يخوفه، بيبقى واحد من الحاجات دي. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ مش زي ضابط المباحث اللي يقول له ايه، طب ماذا كان يقصد المتهم من اطلاق الأعيرة النارية على المجنى عليه؟ يقول له كان قصد يقتله. الكلام ده غلط، لا يجوز ان يثبت قصد الجنائي بشهادة الشهود، لان القصد الجنائي حالة ذهنية في نفس المجنى في نفس الجاني، ولكن للقاضي وحده حق استخلاص القصد الجنائي. منين بقى؟ من القرائن ومن الملابسات المحيطة بالدعوة ومن وسيلة المستعملة، من الوسيلة نفسها وكيفية استعمالها ومكان التصويب من جسد المجني عليه. كل الحاجات دي القاضي بيقدر انه كان بيقصد انه يقتل ولا ما كانش يقصد، من ايه؟ من القرائن والظروف والملابسات التي صاحبت احداث القضيه، لكن يتشهد عليها لا.